تماشيا مع الرؤية والتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بخصوص التعاون الإفريقي في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والاستثمار في الإنسان والرأسمال البشري، تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل بإعطاء الانطلاقة الرسمية للمبادرة القارية من أجل مدن بدون أطفال في وضعية شارع، وانطلاق هذه المبادرة من هذه القمة التي تجمع أكثر من 5000 منتخبين ومسؤولين محليين وعمال ووزراء وشخصيات أممية وازنة، يمثل فرصة مثالية لتفعيل وتعميل سياسة القرب واللامركزية ووضع الطفولة في صلب وقلب سياسة المدينة والتدبير الحضري. وهذه البادرة ليست حملة عابرة أو حدث مؤقت، بل هي ورش وطني حقيقي يندرج في دينامية قارية تلتزم عدة مدن ومسؤولين عمليا على بناء خطة عمل لحماية الطفولة وكذلك تبني مؤشرات لقياس فعالية الإنجاز لكل مدينة. والمغرب ليس فقط نقطة انطلاق هذه المبادرة، بل كذلك يسجل التزام فعلي وعملي مع مشروع رباط مدينة بدون أطفال في وضعية شارع مع أفق تعميمها في باقي مدن المملكة إن شاء الله. 3 اتفاقيات كانوا اليوم لكي يجسدوا هذه الإرادة القوية وهذا الالتزام. اتفاقية بين المرصد الوطني لحقوق الطفل ومنظمة مدن وحكومات محلية إفريقية لأجل دعم وكذلك تتبع الإنجازات لكل المدن الإفريقية المنخرطة، وكذلك هناك اتفاقية بين المرصد الوطني وحقوق الطفل واليونيسف لبناء خبرة وكذلك التسلح بالآليات الأكثر فعالية من أجل حماية الطفولة. وأخيرا كذلك في المغرب هناك شراكة متعددة الأطراف التي التزم من خلالها مجموعة من المسؤولين المحليين والوزراء لإعطاء كل إمكانيات للطفولة المغربية، وبالتوفيق لنا جميعا إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.